بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا في لقاء الأمس تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد في الحج، وعرفنا أثر التوحيد على الإنسان في تهيئه للحج وفي إحرامه وفي دخوله إلى مكة. والإنسان المحرم إذا دخل مكة إما أن يكون محرما بعمرة أو محرما بحج أو محرما بهما، وبمعنى أوضح إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا أو معتمرا، وهذه أنواع الأنساك. فأنواع الحج تمتع وقران وإفراد، وهي التي يؤتى بها في أشهر الحج شوال وذو القعدة وأوائل ذي الحجة. وأما العمرة فهي عبادة مستقلة يأتي بها الإنسان في أي وقت من العام ولا تتقيد بزمن. والإنسان المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ويحرم في اليوم الثامن يوم التروية بالحج. والقارن هو الذي يحرم بالعمرة والحج معا فلا يتحلل من نسكه إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق. وأما المفرد فهو الذي أحرم بالحج فقط. فأقول إن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو محرم فإن أول عمل يبدأ به هو الطواف، وهذا الطواف قد يكون ركناً من أركان النسك من الحج أو العمرة، وقد يكون نافلة وسنة وليس واجبا. فإذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا أو بالعمرة في أي وقت شاء فإن أول ما يعمله الطواف وهو ركن من أركان العمرة. وأما إن كان قارنا فإن طوافه هذا يسمى بطواف القدوم، وهو مسنون ومستحب وليس بواجب. وأما المفرد فكذلك، طوافه الذي يأتي به أول ما يصل إلى مكة قبل يوم عرفة هذا الطواف مستحب وسنة وليس بركن ولا واجب. هذه مقدمة لما يأتي بعدها وهو الطواف. الطواف هو أن يدور الإنسان على الكعبة 7 مرات مبتدئا من الحجر الأسود ومنتهيا بالحجر الأسود جاعلا الكعبة على شماله. يعمل هذا العمل
على كيفية معينة وهي لا تتكرر في أي موضع من الأرض. هذه العبادة لا يتعبد بها الإنسان في أي مكان غير هذا المكان. فالطواف لا يكون إلا بالكعبة، وعلى هيئة وكيفية معينة. يستقبل الحجر الأسود ويبدأ بالتوحيد، الله أكبر، يسمي مبتدئاً طوافه بسم الله، ومعلناً أنه لا يقصد بهذا العمل إلا الأكبر، الأكبر الذي هو أكبر من كل شيء، أكبر مما يعتقده أهل الجاهلية من اللات والعزى ومنات، أكبر من المشاغل والارتباطات والمقاصد الدنيوية، أكبر من كل من يخطر في بالك أن له مراعاة أو اعتبار أو أهمية. فالله أكبر. وهذا تنبيه لنفسك بأنك الآن في اتصال مع الأكبر جل وعلا، تؤدي له عملا تنشد رضاه وتطلب ثوابه، ثم تبدأ الطواف بسم الله. وتبدأ الطواف بالنسبة للآفاقي القادم من خارج مكة، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. عبادة يعملها الإنسان غير موجودة في مكان آخر في حياته أبدا. تعبد ربك بهذه الكيفية من المشي، تسرع في مشيك مع تقارب خطاك، وهذا يشعر المشاهد لك بقوة الجلد والتحمل والنشاط، فيهابك ويعلم أن ما بك بأس ولا مرض ولا علة. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء، كان المشركون قد اجتمعوا ليتفرجوا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا يقولون إنهم قد أنهكتهم حمى يثرب وأنهم لا يستطيعون الطواف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم هذا، فأمر أصحابه بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ليظهروا القوة والجلد. فلما رأى المشركون حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما بهم من نشاط، هابوهم وخافوا منهم، لأن المستقبل ينتظر لقاءات مع هؤلاء القوم. نعم، التقوا بهم في بدر، والتقوا بهم في أحد، والتقوا بهم في معارك أخرى، لكن باقي. ومن ذلك فتح مكة،
فلما رأى المشركون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صحابته رضي الله تعالى عنهم وما يتمتعون به من تمام الصحة والعافية والقوة والنشاط خافوا منهم وهابوهم، فصارت سنة إلى يوم القيامة، وهي في حق الرجال دون النساء، وهي للآفاقي القادم من الآفاق من خارج مكة. ولهذا طواف الإفاضة ليس فيه رمل، وطواف الوداع ليس فيه رمل، وإنما في طواف القدوم أو في طواف العمرة للمتمتع أو غيره إذا كان قادما من الآفاق. ويطبع الإنسان في حال الإحرام في هذا النوع من الطواف، وهو طواف القدوم أو طواف العمرة. والاضطباع هو أن يجعل المحرم وسط ردائه عندما يريد أن يبدأ في الطواف في إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. هذه الحال هي نوع من التقوي على المحافظة على اللباس، بحيث يسهل الإمساك به وضبطه وعدو سقوطه، وأيضا فيه نوع من ترك الزينة التي اعتادها الإنسان، وهو سنة فقط في حال الطواف، فلا يشرع قبل الطواف ولا بعد الطواف. ولهذا فالإنسان يطبع عندما يصل إلى المطاف، وإذا انتهى من الشوط السابع قبل أن يصلي الركعتين، ركعتي الطواف، يعيد لباس ردائه على ما كان عليه من تغطية لكتفيه. هذا الأمر، هذه الأعمال يعملها الإنسان ويلتزم بها. لماذا؟ لأنه يريد الأجر والثواب من الله، فهو يؤدي هذه الحركات ويؤدي هذه الأفعال استجابة لتشريع الله جل وعلا، وطاعة وامتثالا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم. فأنت عندما تعمل هذا العمل إنما تعمله رغبة في تحقيق ما يرضي الله جل وعلا، ولا تريد بهذا مباهاتا ولا رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. وهنا يظهر التوحيد بين الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال خوفا من الله ورجاء لثواب الله، وبين إنسان يؤدي هذه الأعمال على أنها عادات أو لأجل المحاكاة أو لالتقاط الصور والذكريات ونحو ذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية، الإنسان أثناء الطواف ماذا يعمل؟ إنه يمشي في مكان معين، والمقصود هو أن يكرر الدوران على الكعبة 7 مرات، سواء أكان قريبا إليها
أو في الأدوار الأخرى المحيطة بها داخل الحرم في الدور العرضي أو الأول أو السطح، فكل هذه الأعمال يؤديها الإنسان وهو يرتبط بذهنه أنه يطوف بالكعبة، لأن هذه الكعبة هي بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس، ووضع للناس لأجل أن يطوفوا به. وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، والآية الأخرى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا الأمر المقصود منه التعبد لله بهذا الطواف، لأن المقصود الأسمى والأول من وجود هذا البيت هو الطواف به. ثم يأتي بعد ذلك الاعتكاف عنده، ثم يأتي بعد ذلك استقباله في الصلاة الركع السجود، الذين يتجهون إليه ويعبدون الله بهذا العمل. والذي يستشعره الإنسان وهو يطوف هو أنه يعمل هذه الأعمال عبادة لله تبارك وتعالى، وليس عبادة لهذه الكعبة. فهذه الكعبة جماد لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي ينفع أو يضر هو الله على وفق العمل الذي تعمله أنت حولها. فإذا طفت بها لله عملا خالصا تكون بهذا عبدت الله بهذا العمل ووحدت الله. وإذا كنت تطوف بهذه الكعبة وتدعو غير الله فأنت مشرك، وأنت بهذا تهلك نفسك. والله تعالى عندما عهد إلى نبييه عهد إليهما بتطهيره من كل أنواع الرجس والنجس، عهد إليهما بتطهيره من الوثنية، فلا محل لدعاء غير الله فيه، ولا مكان لتقديس غير الله فيه. ففيه العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال جل وعلا لإبراهيم عندما بوأ له مكان البيت بدأه بقوله ألا تشرك بي شيئا، فنهاه عن الشرك وأمره بالتطهير الكامل لكل ما كان عليه أهل الوثنية من اعتقادات فاسدة، ليكون هذا المكان مهيأ لعباد الله المخلصين، لعباد الله الموحدين، الذين يأتون إلى هذا المكان ليطوفوا بالبيت لله وحده، وليعتكفوا بهذا البيت لله وحده، ولأجل أن يصلوا في هذا البيت لله وحده. لا يشوب أعمالهم شائبة شرك ولا رياء ولا نفاق ولا سمعة. فالإنسان عندما يقوم بهذا العمل وهو الطواف يقوم به
تقربا إلى الله، وهذا هو التوحيد. ولا يقصد به شيئا من مطامع الدنيا ومحاسنها وزخرفها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وذكر الله هو توحيده، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى، وهو لجوء إليه وتمجيد له وثناء عليه دون غيره. ولا يشترك مع الله أحد في هذا العمل. إذن لب عبادة الطواف الذي يجب أن يشعر به الإنسان المؤمن هو صدق التوجه إلى الله بما يقول في هذا الظرف، فهو يحرك بدنه بالطواف، لكن المقصد الأسمى هو ما يمارسه القلب من إدارة لهذه الأقدام والأيدي والحركات وهذه الأجسام. هل هو قصد التقرب إلى الله أم المباهاة والمفاخرة وتقليد الناس ونحو ذلك؟ من هنا يظهر التوحيد وتتميز معاني لا إله إلا الله وما يقوله الإنسان من طرح طلباته لربه في هذا الموقف وإلحاحه على ربه أن يحقق له رغباته من العفو والعافية والمعافاة، وما يقوله بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الدعاء عندما يصل إلى الركن اليماني وهو متجه إلى الحجر الأسود، ما بين الركنين يأتي بهذا الدعاء. وهذا توحيد، أنا أطلب من ربي جل وعلا أن يؤتيني في الدنيا حسنة كاملة، وأن يؤتيني في الآخرة حسنة كاملة، وأن يقيني من عذاب النار. وهذا أجمع الدعاء، وهذه طلبات أنت تطلبها، تريدها لنفسك. لكن لما كان هذا الطلب موجه إلى الله فقط صار توحيدا، لأنك تطلب من الله لا من غيره، فلو طلبت من غير الله صار شرك، وأنت لم تطلب إلا من الله ولا تريد أن تطلب من غيره، فمن هنا تحقق التوحيد. الإنسان في حال الطواف لا بد أن يراعي مسائل مهمة حتى يكون طوافه صحيحا، فلا يصطنع شيئا من عنده ويجتهد فيفسد عمله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصالحا، والعمل الخالص هو الذي لله وحده، والعمل الصالح هو الذي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. مسألة: إنسان يطوف ولما رأى فراغا في الباب الأول للحجر دخل معه، وخرج مع الباب الثاني، ما حكم طوافه؟ ها، لماذا؟
لأن طوافه ناقص لا يصح، لأنه ما طاف بالبيت وإنما طاف ببعض البيت، لأن الحجرة من الكعبة، والكعبة لا بد أن يستوعبها الإنسان في الطواف، وإلا لم يصح طوافه. وتلاحظون أن 7 أذرع يعني 3 أمتار من الحجر هذه تعتبر من الكعبة، اختزلتها قريش عندما بنت الكعبة لأنهم شرطوا في المال الذي تبنى به الكعبة أن يكون مالا حلالا ليس فيه شائبة من شوائب التحريم، فما جمعوا من المال إلا ما يكفي هذا المقدار الذي تشاهدونه أمامكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر تركها على ما هي عليه خوفا من الفتن، وأبقاها الخلفاء والأئمة بعد ذلك إبقاء لما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له. الصورة الثانية: لو أن إنسانا حريصا على تقبيل الحجر الأسود، وكلنا حريص، لكن ينبغي ألا نؤذي، فقام وتمسك بأستار الكعبة بعدما تعدى الركن اليماني وصار يمشي على البلاط المرتفع الذي فيه العرى التي تربط بها الستارة، وصار يمشي على هذا البلاط حتى وصل إلى الحجر الأسود وقبله، ما حكم هذا الشوط؟ لماذا؟ نعم، لا يصح، هذا يسمى بجدار الشاذروان وهو من الكعبة، فالإنسان الذي يمشي عليه ما طاف بالكعبة وإنما مشى داخلها، فلا بد أن يكون الطواف بعد هذا البلاط البارز أسفل الكعبة، ولا يصلح أن الإنسان يمشي عليه، بروزه بحدود 0.5 متر أو 40 سنتي مما يلي الكعبة، فهذا لا يصلح أن الإنسان يمشي عليه، فإن مشى عليه فهو ما طاف بالكعبة وإنما طاف على الكعبة. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا جعل الكعبة على يمينه وصار يطوف مقابلا للناس، فما حكم طوافه؟ طوافه غير صحيح. لماذا؟ لأنه خالف الطريقة الصحيحة في الطواف التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد في الطواف أن يكون صحيحا وأن يكون تاما. ولو أن إنسانا بدأ الطواف من عند باب الكعبة فالشوط الأول غير معتبر وغير صحيح، ولو أن إنسانا طاف 7 أشواط لكنه انتهى في الشوط السابع قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يكمل طوافه حينئذ. إذن الطواف عبادة لها صفات معينة وشروط محددة، لا بد أن يكون الإنسان فيها على كمال الطهارة، فلو أن إنسانا محدثا تقضى وضوءه يتوقف ويخرج ويتوضأ ويرجع سريعا ويكمل، وإن طال الفاصل يبدأ من جديد،
ولو أن امرأة جاءتها الدورة وهي في الشوط الأخير من الطواف ولم تصل إلى الحجر الأسود في الشوط السابع فطوافها غير صحيح. والمسألة الأخرى هي أن الطواف لا بد فيه من ستر العورة، فلو أن رجلا وضع إزاره تحت سرته ورداؤه لم يستر ما فوق ذلك فطوافه غير صحيح. ولو أن إنسانا يطوف ورداء وإزاره فوق ركبته فطوافه غير صحيح، لأنه لم يستر عورته. ولو أن امرأة ذراعها قد بان أو ساقها قد بان أو رقبتها أو شيء من صدرها أو شعرها فإن طوافها غير صحيح لعدم سترها لعورتها. إذا عرفنا هذه المسائل فإن الالتزام بهذه الأمور والتقيد بها إنما ينشد الإنسان به رضا ربه جل وعلا ليحصل على الأجر المترتب على هذه العبادة. ثم إن الإنسان إذا انتهى من الأشواط السبعة سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو تطوعا فإنه يصلي ركعتين خلف المقام بعيدا عن مكان الطائفين. الأصل فيها أن تصلى خلف المقام، لكن إذا كان هناك طواف خلف المقام فلا يصلح أن يكون الإنسان سبب إيذاء للمسلمين، وأيضا هو سيناله الأذى منهم وهو السبب الذي عرض نفسه وغيره للأذى، فيرجع إلى الوراء في المكان الذي ليس فيه طواف ويصلي ركعتين. لكن تأملوا، وكلكم تعرفون ماذا يقرأ الإنسان في سورتي في ركعتي الطواف. أحسنت، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. لماذا؟ أنا سأجيب. كان أهل الجاهلية يطوفون بالكعبة والعرب والمشركون كانوا يطوفون بالكعبة، لكنهم يقولون يا كعبة الله ويسألونها ويطلبون منها حاجاتهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة قالوا سيتخلى عن بعض ما كان يحذرنا منه من دعاء غير الله، وأنه سيدعو الكعبة. فقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. لماذا؟ أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأنتم تعبدون 360 صنم جعلتموها حول الكعبة، فأنا لا أعبدها. طفت بالكعبة وأنتم جعلتم حولها 360 صنم، أنا لا أعبدها. ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم على شرككم لن تعبدوا الله، ولو قلتم أنكم تعبدون الله فعبادتكم لغير الله تناقض عبادة الله. ولا أنا عابد ما عبدتم، فأنا على التوحيد الخالص، ولا يمكن أعبد اللات والعزى ومنات وغيرها من سائر المعبودات. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم وهو الوثنية
والشرك ولي ديني، فتبرع مما كان عليه أهل الشرك من عبادة الكعبة والأصنام حولها، وبين لهم البراءة مما هم عليه، فلا نلتقي نحن والمشركون بحال من الأحوال، إما أن يكون الإنسان مسلما وإما أن يكون مشركا، فلا يمكن أن يكون الإنسان في حل وسط بين الشرك والإسلام، إما أن تكون من أهل التوحيد وإما أن تكون من أهل الشرك، ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما مشركا بحال من الأحوال. في الركعة الثانية قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد، وهو الذي يقصد في الحاجات والمهمات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المشركون يقولون الملائكة بنات الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. فالله تعالى أنزل على نبيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا اللات ولا العزة ولا منات ولا إساف ولا نائلة ولا غيرها من سائر الأصنام تكون مكافئة ومساوية لله بحال، يستحيل هذا الأمر. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الاستسلام لله. فعبادتك وطوافك وأداؤك للمناسك مبنية على هذا الأمر، التبرؤ من الشرك والوثنية والإخلاص لله وحده لا شريك له. فلا يجتمع في عمل الإنسان إخلاص وشرك، إما إخلاص وهو النقي السليم من قصد غير الله فيه، أو أن يكون مخلوطا وحينئذ يكون شركا. والله تبارك وتعالى لا يقبل أي لون من ألوان الشرك، ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى يتخلى ويتبرأ من أي عبادة مخلوطة بشرك، ولا يقبل إلا العمل الخالص له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال ما كان فيه مشاركة لأحد فيه. الإنسان إذا صلى هاتين الركعتين فإنه يذهب لموقع آخر في العبادة وهو السعي. يسعى الإنسان إذا كان معتمراً متمتعاً أو عمرة مستقلة، والسعي ركن أيضاً، وإذا كان قارناً أو مفرداً فإنه إذا رغب أن يسعى الآن سعى، وإن رغب أن يؤجل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد فله ذلك ولا حرج. والإنسان عندما يذهب للمسعى يذهب متجها إلى الصفا، ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به ورق الصفا، وتلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فرقى على الصفا ثم استقبل القبلة وهو على الصفا، فكبر الله وحمده وأثنى عليه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. هذه العبارات وهذه الكلمات هي التوحيد، بمعنى أنني أعمل هذه الأعمال لله لا شريك له. فيعبد الإنسان ربه بالسعي كما عبده بالطواف، والسعي بين موضعين مكانين متباعدين بينهما مسافة تزيد عن 300 متر، قرابة 360 أو 67 متر، فهي مسافة طويلة. يبدأها الإنسان بالمشي ثم بعد هذا يجري جريا شديدا ثم يمشي بعد ذلك إلى أن يصل المروة. وهذه مسألة كل إنسان ينبغي أن يسأل لماذا يبدأ بالمشي ثم يجري جريا شديدا ثم يمشي؟ أليس فعل هذا العمل هو الانقياد لتعليمات الله وهو الاستسلام لأمر الله وتوجيهه والبحث عما يحقق رضاه؟ نعم هو هذا. يسعى الإنسان 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. والإنسان إذا وصل إلى المروة يستقبل القبلة أيضا ويدعو ويثني على الله ويحمده، ثم ينحدر متجها للصفا ويسرع في محل الإسراع ويمشي في مكان المشي. وربما يسأل بعضكم إذن لماذا في هذه المنطقة في نسرع فيها والباقي نمشي؟ أصل هذه العبادة هو أن إبراهيم عليه السلام لما وضع ابنه إسماعيل وأمه هنا ولم يعطهم من الطعام والشراب إلا المتيسر، قطعة كسرة من التمر وقربة فيها ماء، فبعد أيام انتهى التمر وانتهى الماء، وجاعت هاجر وجف ضرعها ووليدها لا يجد حليبا، فصار يصيح واشتد به الجوع وصار يتلوى، فأحست بأنه على خطر عظيم فصارت تبحث عن وسيلة للإنقاذ، لإنقاذ حياة هذا الصبي. فذهبت إلى مكان مرتفع وهو الصفا ونظرت في الوادي هل ترى أحدا لعله يسعفهم، فلم تجد أحدا، فأرادت أن تنظر في الناحية الأخرى. فلما وصلت إلى مكان معين هو بطن الوادي منخفض، وحينئذ لا ترى أحد، فصارت تجري وتسرع لأن هذه المسافة غير مستفاد منها بالنسبة لمتطلبات هذه المرأة، فلا ترى شيئا، فصارت تسرع حتى ارتفعت عن بطن الوادي وصارت تمشي إلى أن وصلت للمروة.
ونظرت ولم ترى أحدا فرجعت ثانية وهي تسمع صراخ ولدها، كررت هذا الأمر 7 مرات. لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم سعى بهذه الطريقة وصارت شريعتنا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن بين أن المرأة ليس لها أن تسرع في هذه المنطقة وإنما تمشي مشيا، لأن المرأة مطلوب منها الستر والسعي الشديد عرضة لانكشاف شيء من مفاتنها وزينتها فتغري الرجال وتؤذيهم وتتعذى منهم. فلم تكن سنة في حق النساء مع أن أصل المشروعية هو فعل امرأة، لكن جاء في شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وهو أن يكتفى بالإسراع في هذه العبادة في حق الرجال دون النساء. أقول إن هذه الحركات سواء أكانت مشياً أو جرياً في موضعه بالنسبة للرجال هو انقياد، انقياد لأمر الله، وهو طلب لما يترتب على هذا العمل من الثواب طلبه من الله. فأنت تعمل هذه الأعمال لتحقيق رضا الله ولأجل أن تجلب لنفسك ما يحقق لك أن يكون الله تعالى قد رضي عنك في هذا العمل وأنك أديت عملك على الوجه الصحيح الذي به تفوز بالمغنم، وهذا هو التوحيد. الإنسان إذا أتم 7 أشواط ويكون 7 ينتهي بالمروة، فإنه إن كان معتمراً أو متمتعاً بالعمرة فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لمن جاء مبكراً للحج والتقصير أفضل لمن جاء متأخراً قرب الحج كأيامنا هذه. فلو أن إنساناً جاء في شهر القعدة أو في شهر شوال للحج نقول الحلق أفضل، لكن من جاء في مثل هذه اليومين نقول له قصر عموم شعرك، قصر شعرك كله واترك الحلقة ليوم العيد بعد الحج. وكون الإنسان يمتثل عبادة الحلق وينزع عنه هذا الشعر وقد يكون وفره لمدة طويلة ونحو ذلك يتخلص منه تعبدا لله، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأداء هذه الأعمال كلها هي قربات يتقرب بها العبد لربه جل وعلا، وهو ينشد أن يكون قد فاز بالمغنم وحصل على المطلوب في أداء هذا النسك. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم غد بإذنه وعونه وحوله وقوته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن ييسر على المسلمين حجهم وأن يتقبله منهم، وأن يصرف عنا وعنهم وعن كل مسلم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.